ويك اند، يبقى انا كده متعوده ان انا بروح بيت جدي مثلا في الاجازه. لما اقول I always pray 5 times a day، يبقى انا كل يوم بصلي 5 مرات في اليوم. خدنا عليهم المراجعه، النهارده هناخد درس reading عن حته في مصر، الاثار اللي موجوده في مصر والسبيشال بليسز ان ايجيبت، عشان لما نيجي نقول ايه الاماكن اللي لما هننزل مصر نزورها نعرف ايه احلى السبيشال بليسز ان ايجيبت، ايه احلى اسكندرية. الاماكن. لا ده في اماكن كتير هناخدها في درس النهارده احلى كمان من اسكندريه. تعالوا نشوف الفوكابلري بتاعتنا النهارده، كلها عباره عن بليسز، عباره عن اماكن. اماكن حلوه قوي قوي. I give you an advice، اقول لكم على نصيحه، حاولوا تزوروا الاماكن دي لما تنزلوا مصر. الاماكن دي جميله جدا. زي ايه؟ ذا ابو سمبل تمبل. ذا ابو سمبل تمبل، برافو، نقولها بقى سوا، ذا ابو سمبل تمبل. ها، أبو سمبل تمبل. ابو سمبل تمبل از ا تمبل، يعني معبد ان اسوان. موجود فين يا ولاد؟ في اسوان. أصلا مكان حلو قوي قوي. All the people from all around the world came to visit it. كل الناس من كل أنحاء العالم بتيجي عشان تزور أبو سمبل تمبل. ده كبير جدا جدا وفي حاجات جواه جميلة قوي. طب إيه تاني يا ولاد عندنا؟ The Red Sea، البحر الأحمر. طبعا كلنا بنحب نروح الغردقة وشرم الشيخ، الحتت أنا اللي هي شفت إيه؟ البحر نهر الأحمر النيل. برضه، الأهرامات. The Red Sea، برافو عليكم. أنا شفت البحر الأحمر، كان جميل أوي. جميل جدا جدا، هو فعلا جميل قوي، انا كمان شفته حلو قوي. طيب عندنا ايه تاني من الاماكن الجميله في مصر؟ الاقصر تمبل. كلمه تمبل لوحدها معناها معبد، خدنا كلمه ابو سمبل تمبل والاقصر تمبل اللي هو معبد الاقصر، برضو ده في الاقصر وجميل جدا جدا يا ولاد، وبرضو people all around the world came to visit it. الناس من كل حته في العالم بييجوا علشان يشوفوه. في ايه تاني يا ولاد؟ اشهر حاجه موجوده في مصر، اي حد يسمع كلمه مصر بيعرف ايه على بيراميد، طول؟ ذا بيراميد، الأهرامات، برافو عليكم. ذا بيراميد وذا ريفر نايل، اشهر حاجتين في مصر هما مين؟ بيراميد وذا ريفر نهر نايل، النيل والأهرامات. برافو عليك. الكلمات سهله قوي، بس حفظ الاماكن دي، اماكن جميله جدا في مصر والناس من كل حته في العالم بتيجي عشان ايه؟ تزورها. تعالوا نشوف النهارده الدرس بتاعنا كله ريدنج، بس الكلمات اللي فيه مهمة جدا والأفعال اللي فيه مهمة جدا. ده كل تمام، الاوريجينال اكل. هنشوف بقى ونخلي بالنا ان الديكتيشن، انا هبعت لكم الكلمات بالعربي بتاعة الكونكت والكلمات بتاعة الكونكت بلس بعد السيشن بأمر الله، بس عندي سيشن سنة 5، لما اخلصها هبعت لكم كلمات بالعربي على جروب الكونكت وعلى الجروب بتاعكم على الكونكت بلس بالعربي، وعايزاكم مع الهوم وورك تبعتوا لي الترجمه بتاعتها، الديكتيشن بتاعتها. تمام يا ولاد؟ إن شاء الله تكون أسهل تمام. بالسلام. تمام. لا الكلمات هتبقى سهله جدا. اول كلمه عندنا يا ولاد النهارده كلمه سايتس، والجي سايلنت والاتش سايلنت. تعالوا نقولها سوا بقى، سايت. ممكن على الحمام؟ براحتك يا روحي، مش متاخريش. سايتس يعني سايت. الأماكن السياحية. لما أقول لك مثلا I will go to see the sites in Egypt، يعني أنا لما هاجي أشوف مصر هاجي عشان أزور الأماكن السياحية. يبقى أي مكان تاريخي أو سياحي اسمه إيه؟ sites. اسمه إيه؟ سايتس. سايتس. sites. برافو عليك يا أولاد. طيب كلمة traditions، إحنا لسه واخدين في الكونكت traditional يعني تقليدي. كلمة traditions، traditions نقولها سوا، traditions Traditions. traditions يعني التقاليد بقى نفسها. يعني احنا مثلا لو بنزور تيتا في العيد، او مثلا بنعمل الكحك في العيد، بناكل فتة في العيد الكبير، دي اسمها ايه؟ traditions. دي اسمها ايه؟ Traditions. يبقى traditions يعني ايه؟ يعني التقاليد. traditions يعني ايه؟ تقاليد. تقاليد. برافو عليكم. طيب vegetable stew نقولها بقى مع بعض، vegetable stew. Vegetable stew. كلمة stew يعني شوربة، بتيجي بنفس معنى كلمة soup. هنبدأ في الأكلة.
ايوه تعالوا نبدا. جوعنا بقى، تعالوا. يبقى كلمه فيجيتابل ستو يعني شوربه خضار، كلمه ستو نفس كلمه سوب بالظبط، يعني الاثنين معناهم شوربه. فيجيتابل ستو يعني شوربه خضار. طيب محشي بقى، المحشي حبيبنا بقى اسمه ايه؟ ستافد فيجيتابلز، ستافد فيجيتابلز. تعالوا بقى، مش ستافد كراست، ده بقى اسمه ايه؟ ستافد فيجيتابلز. تعالوا نقولها سوا، ستافد. طفت، ها معلش يا ستافد، مس كنت قافله المي. طفت معلش، فيجيتابلز، ولا ستافد فيجيتابلز. حتى احنا لو نلاحظ يا طفت اولاد، المحشي فيجيتابلز. برافو عباره عن خضار، واحنا بنحط جواه، بنحشي جواه الرز، يبقى اسمه ايه؟ ستافد فيجيتابلز، خضروات طفت محشيه، او اللي فيجيتابلز. هو، برافو عليك، اللي هو المحشي. طيب ديزرت، ديزرت خدنا الكلمه دي كتير، ديزرت، وقلنا ديزرت هي الحلويات اللي باكلها بعد الاكل، تحلية هي برافو عليكم. يبقى اسمها ايه يا اولاد؟ ديزرت. اسمها ايه؟ ديزرت، ديزرت ديزرت، ديزرت، برافو عليك. الكلمه اللي بعدها كلمه حلوه قوي يا اولاد، كلمه بالاس، بالاس اسمها ايه؟ بالاس، بالاس، بالاس بالاس اسمها ايه؟ بالاس، بالاس يعني قصر، بالاس يعني ايه؟ أصل بالاس يعني قصر، بالاس يعني كلية ايه؟ نفسنا فيه. يا رب يديكو يا رب. بالاس يعني ايه؟ قصر. أصل طيب اللي ما بيحبوش الفسيخ، السالتد فيش، يلا السلام اللي ما عليكم، بيحبوش أنا رايحة من الفسيخ. الحصة دي، يلا بقى. يبقى كلمة طعم وحش، سالتد، صح، مش سالتد ده أنا فيش. أول ما دوته حسيت إن أنا هرجع. طب نعتبره بقى، طب خلاص مش هنقول فسيخ، هنقول سالتد فيش، السمك المملح، ايه رأيكم نقول سالتد فيش احلى؟ طيب أي سالتد فيش، السمك المملح. كلمة فريندلي، فريندلي طبعا عدت علينا كتير صديق وخدنا عكسها، ودود او حبوب، برافو عليك. طب لما يجي بل لنا ضيوف طيوب. ايه؟ برافو. لما يجي لنا ضيوف نقول ايه؟ we have a guest، we have a guest، عندنا ضيف. كلمة guest يعني ايه؟ ضيف. لما احط لها طيب اس زوار، يبقى guests، فكرت guests بالطيف يبقى ضيوف. زو كلمة guests يعني ايه؟ ضيوف. ضيوف. طيب انا دلوقتي صاحب البيت، ابقى انا مين؟ انا دلوقتي لما يجي لي حد يزورني بقول عليهم guests. انا بقى صاحب البيت اللي عنده الضيوف، اسمي ايه؟ اسمي هوست، هوست. اسمي ايه؟ هوست، هوست. يبقى انا المضيف او صاحب البيت اسمي هوست، الضيوف اللي جايه لي اسمهم ايه؟ guests. اسمهم ايه يا اولاد؟ جست، guests. اسمهم ايه؟ guests. اسمهم جست، ايه؟ guests. وانا اسمي ايه؟ هوست. انا اسمي ايه؟ هوست، هوست. هوست. لما اكون بقى انا مثلا جاي لي ضيف واحط له ياكل ويشرب واخليه يقعد معايا كتير وكده، ابقى انا شخص ايه؟ جينيرس. اسمي ايه؟ جينيرس. جينيرس يعني كريم، حد كريم، حد بيعرف يضايف الناس اللي بتجيله، حد حلو في استقباله، اسمه ايه؟ جينيرس. اسمه ايه يا اولاد؟ جينيرس. اسمه ايه يا اولاد؟ جينيرس، برافو، برافو. زيك. كلمة يا رب يخليكم انتوا كلكم جينيرس والله. طيب كلمة amazing، amazing عارفينها كلنا، amazing يعني مدهش Amazing او teacher، رائع. رائع. amazing students، انتوا amazing students يعني انتوا طلبة رائعين، amazing يعني مدهش او رائع. نفس الكلمة معناها ايه؟ fantastic، ما هي amazing equal fantastic equal ايه؟ الاثنين بنفس المعنى، amazing وfantastic معناها مدهش او رائع. perfect. لا perfect يعني كامل، او يعني عارفه اللي هو ايه؟ مثالي، حاجه حلوه قوي. لكن الاميزنج او الفانتاستيك انا بوصف حاجه حلوه قوي، تمام؟ اوكي طيب البروشور، لما اجي انا يا اولاد مثلا طالع رحله، ده اوتيل، الاوتيل اللي انا قاعده فيه بيديني حاجه اسمها بروشور. بروشور ده يعني ايه؟ دليل مكتوب فيه ايه؟ احلى الاماكن اللي ازورها، العنوان بتاع الاماكن دي، باب
علشان ما تهش، ماب خريطة علشان أعرف المكان. كل ده بيبقى موجود في إيه يا أولاد؟ حاجة اسمها بروشور. بروشور نقولها سوا بقى، بروشور بروشور بروشور. يبقى إيه هو البروشور يا أولاد؟ بيبقى كتاب صغير كده مكتوب فيه الدليل، مثلا الأماكن اللي أزورها وأروحها إزاي، العنوان، إيه الحاجات. لو أنا مثلا داخل المتحف باخد بروشور مكتوب فيه القاعات، كل قاعة فيها إيه، والقاعة في الدور الكام، وإيه اللي موجود فيها. بيبقى دليل صغير كده، بروشور، عن المكان اللي أنا رايحه. وصلت يعني إيه بروشور؟ ايوه فهمنا يعني إيه بروشور. بروشور؟ تمام. يس الفيربس النهاردة عندنا كلها فيربس قديمة، كلها فيربس خدناها، بس قديمة. عايزين نحفظها ونراجع عليها. زي ايه؟ invite. invite يعني ايه؟ ها؟ I will give you نعم an invite. نعم يا مس بدعوك. انفال. يدعو يدعو. اه I will invite you to my house، يعني انا بعمل لكم دعوة ان انتوا تزوروني في بيتي. طيب الماضي بتاعها ايه؟ invited. I invited invited. you to my house، يعني انا دعوتكم لبيتي، عملت لكم دعوة ان انتوا تزوروني في بيتي. invited يعني دعوة. طيب enjoy، enjoy enjoy يعني يستمتع. الماضي بتاعها ايه يا اولاد؟ enjoyed. الماضي بتاعها enjoy ايه؟ enjoy enjoy. enjoy. برافو عليك. طيب الكلمة اللي جاية بقى دي الكلمة الوحيدة اللي جديدة، serve. serve serve يعني قدم. لما اقول لكم the food is served يعني الاكل جاهز على السفره يلا، او اتقدم على السفره يلا عشان تاكله. يبقى the food is served يعني الاكل اتقدم. كلمه serve يعني يقدم، served يعني اتقدم، وبتيجي دايما على الاكل. الكلمه دي بتيجي دايما على ايه؟ الاكل. أكل. لما اقول the food is served يعني خلاص الاكل اتقدم، تقدروا تقعدوا على السفره وتاكلوا. طيب كلمه كامب، كامب يعني يعمل مخيم او يعسكر، زي ما بنقول we will camp at the campsite او at the camping، يعني احنا هنروح المخيم ونعمل كامب او نخيم هناك، لو نقعد في خيمه. الماضي بتاعها ايه؟ camped. الماضي بتاعها ايه يا اولاد؟ camped. كام الماضي ايه؟ كامت. اسمعها بقى، كام كام برافو عليك. طيب بيك، بيك عارفينها كلنا يعني يخبز، بتيجي للعيش وللفين والكيك. بيك والماضي بتاعها ايه يا اولاد؟ مين عارف؟ ايه؟ بيك. بيكت. بيكت، برافو عليك. طيب الريجولار فيربز النهارده سهله جدا. ايت الماضي بتاعها ايه؟ ايت الماضي بتاعها ايه؟ ايت ايت، برافو. طب ميت، يقابل. ميت الماضي بتاعها ايه؟ مت مت مت. مت، اه انا عايز اسمع الصوت كله. مت. ما قلتها مت. ماشي ماشي، انا عايز اسمع بس. طب قم، ياتي الماضي بتاعها ايه؟ كيم كيم، كيم برافو عليك. كيم، برافو عليكم. طب سينج، يغني، لسه واخدينها. ها سونغ. سانج، لا سونج الأغنية، بالأو تبقى الأغنية نفسها. سانج، سانج يبقى هي سينج سينج يغني، سانج غنى، سونج الأغنية نفسها. تمام كده. طيب برينج، برينج يعني يحضر. برينج ذا فود، هاتوا الأكل أو احضر الأكل. الماضي بتاعها إيه؟ بروت، والجي والإتش ما بيتنطقوش. بروت اسمها إيه؟ بروت. بروت بروت يبقى برينج يحضر، الماضي بتاعها بروت. هأكد تاني يا ولاد على حفظ الكلمات وهشوفها في الديكتيشن. تمام يا ولاد؟ تمام اوكي تمام. طيب كلمة famous for، دي الاكسبريشنز اللي عندنا النهاردة. لما أقول Egypt is famous for the pyramids يبقى مشهورة بالأهرامات. يبقى كلمة famous for يعني مشهور بيه. لما اقول عمرو دياب is famous for his songs يعني عمرو دياب مشهور بالاغاني بتاعته.
Egypt is famous for the pyramids، يبقى مصر مشهورة بالأهرامات. famous for يعني مشهور بيه. طيب it's a good idea to، it's a good idea to يعني والله دي فكرة حلوة إن إحنا نعمل كذا. لو قلت لكم مثلا it's a good idea to play football مثلا، والله تبقى فكرة حلوة قوي يا أولاد لو نزلنا كلنا نلعب كورة، إيه رأيكم؟ طب انا كلمة، خديه معاك. حاضر في عينيا. كلمة served with، served with تقدم ب، لما أقول لكم مثلا I served the food with love، يعني أنا بقدم لكم الأكل بكل حب، يعني أنا بعمل لكم الأكل وأنا مبسوطة، بقدم لكم الأكل وأنا إيه؟ وأنا حابة مبسوط. إن أنا مثلا أقدم لكم الأكل. مين؟ مين اللي بيقول تيتشر؟ ما حد. حدش. طيب يبقى served with يعني تقدم ب. طيب give information for، أنا بديك معلومات، الكلمة دي عدت علينا كتير قبل كده. give information for، أنا بديك معلومات، يعني give information for مثلا this site، أنا هديك معلومات عن المكان ده أو عن الموقع ده. typical meal، ها نقولها بقى سوا، typical meal، typical me. كلمة typical احنا حتى بنستخدمها في الكلام العادي بتاعنا، كلمة كتير typical. برافو عليكو. typical meal يعني وجبة يعني ايه الكلمة دي؟ مشهورة. يعني ايه الكلمة دي؟ لما اقول مثلا فول is a typical meal in Egypt، يعني معظم المصريين عارفة انهم بياكلوا فول، دي وجبة مشهورة او منتشرة في مصر، صح كده؟ لما اقول stuffed vegetables، المحشي is a typical meal in Egypt، ان هي اكلة مشهورة او شائعة المصريين كلهم بياكلوها، يبقى كلمة typical meal يعني اكلة مشهورة او اكلة الناس كلها منتشرة بتاكلها ايه في مكان معين. وصلت كده؟ أي learn about يعني يتعلم عن. today we will learn about special places in Egypt، يعني النهاردة احنا هنتعلم عن أماكن مميزة في مصر. طيب at sunrise خدنا كلمة sunset في درس رمضان وعرفنا معناه الغروب، وقلنا عكسه على طول sunrise اللي هو الشروق، يبقى sunrise الشروق وعكسه مين يا ولاد؟ sunset اللي هو الغروب. الغروب. يبقى sunrise يعني ايه؟ الشروق. sunrise يعني الشروق، وسانسيت يعني ايه؟ الغروب. الغروب. برافو. write about يعني هنكتب عن، لما اقول لكم write about Egypt اكتبوا paragraph، write a paragraph about Egypt يعني اكتبوا paragraph عن مصر. ask for يعني يطلب، مش هنا معناها يسأل، ask for معناها يطلب، زي مثلا لما اقول I asked my father for money، انا طلبت من والدي فلوس مثلا، يبقى ask for معناها كلنا عملنا كده يطلب، واحنا صغيرين. يبقى اسمها ايه بقى؟ I asked my dad for money، يبقى انا طلبت من والدي فلوس. وصلت يا ولاد؟ طيب تعالوا وصلت يا نشوف كامل. الريدنج بتاعنا النهارده، درس لذيذ جدا جدا هنلف فيه في مصر، بما ان انتوا ما رحتوش مصر بقالكم كتير، تعالوا بقى اخدكم زيارة في احلى الاماكن اللي موجودة في مصر. انا هقرا وبعد كده هتقروا انتوا الاتنين سوا، اوكي؟ وبعد كده نخلصنا، ايه؟ وبعد كده نعمل ايه بعدها؟ لما نخلص. طب الاول، مش لما نخلص الاول؟ اوكي. اوكي. Egypt is a fantastic country to visit. مصر بلد رائعة للي يحب يزورها. There is so much to see. فيها أماكن كتير قوي لو حابب تتفرج. Such as the pyramids of Giza، أهرامات الجيزة، زي أهرامات الجيزة. The old Luxor temple، معبد الأقصر القديم. The Red Sea، البحر الأحمر. And of course the River Nile، وطبعا بالتأكيد كمان نهر النيل. In all parts of the country، في كل حتة في البلد دي
you can see amazing sights. هتلاقي قدامك أماكن سياحية أو أماكن تاريخية مدهشة. Eat delicious food وهتاكل أكل لذيذ قوي and meet friendly people وهتقابل ناس حبوبين وودودين جدا. Visitors الزوار often like to learn about Egyptian traditions before they come. الزوار اللي بيجوا يزوروا مصر بيحبوا الأول يتعلموا عن التقاليد بتاعة مصر أو العادات بتاعة مصر قبل ما ييجوا. Egyptian people are famous for welcoming visitors. المصريين معروفين في كل حتة في العالم إنهم بيعرفوا إزاي يرحبوا بالزوار اللي يجوا لهم. With food and drink. طب بيرحبوا بيهم إزاي؟ بالأكل والشرب، عشان إحنا generous people، إحنا ناس أهل كرم أو ناس كريمة، فاللي بيجي لنا بنعرف نرحب بيه بالأكل والشرب. And for inviting guests to their home. وبنعرف كمان مشهورين المصريين إنهم بيحبوا لما يجي لهم ضيف إنهم يعزموه أو يدعوه فين؟ في بيوتهم. If you are invited to an Egyptian family's home، لو انت في أسرة مصرية دعتك ان انت تزورها في بيتها، it's a good idea to bring a present. يبقى تبقى فكرة حلوة قوي ان انت قبل ما تروح لهم تجيب لهم معاك ايه؟ ها؟ هدية. انتوا تهتوا ولا ايه؟ ايوه مركزين؟ هدية. هدية. For example، طب ايه الهدية اللي تروح بيها العيلة مصرية؟ chocolates or sweets، يا اما علبة شوكولاتة يا اما حلويات، واحنا بنقبل أو الهدايا. فاكهة. حلوين قوي. اه والله، واحنا بنقبل الهدايا. However، ومع ذلك، the host اللي هو احنا بقى صاحب البيت بقى، الراجل اللي انت رايح تزوره في بيته، usually doesn't open the presents at the time when they get it. صاحب البيت اكيد طبعا راجل ذوق، لما واحد هيجيب له هديه مش هيقعد يفتح الهديه قدامه يعني، لا انا هستنى لما تمشي واقعد اتفرج بقى اشوفك انت جايب لي ايه. يبقى صاحب البيت او الهوست usually عاده ما بيفتحش الهدايا، doesn't open the presents at the time when they get it، مش بيفتح الهديه في نفس الوقت اللي الهديه دي ايه جات. عشان ما تتوهوش مني، قبل ما نقرا الجزء اللي تحت انا عايزاكم تقروا الجزء اللي فوق. يلا ميوش، نعم. يلا ابتدي يا ميوش. Egypt is a fantastic country to visit. There is so much to see, such as the بيراميدز. pyramids of Giza, the old Luxor temple, the Red Sea, and of course the River Nile. In all parts of the country, you can see amazing sights. Eat delicious food and meet friendly people. شكرا يا باشمهندس، نعم. باشمهندس الامار. يلا اقري من اول فيزيتورز. كنت واقفة عند فين؟ فيزيتورز البارت الثاني. فيزيتورز اوفن، Visitors often like to learn about Egyptian traditions before traditions they عادات. come. Egyptian people are famous for welcoming visitors with food and drink and for inviting guests guest to guest their home. guest قولي معايا، قولي معايا guests Guests to get to their home if if you you are are invited to invited. invited invited to an Egyptian family's home. home. Is a good idea to bring a present. For example, chocolate or sweets. However, the host usually doesn't open the present at the time
When they get it. برافو عليكم. يبقى احنا عرفنا كده ان في اماكن حلوه كتير قوي في مصر، وان احنا شعب بنحب نرحب بالزوار، وان احنا اول حاجه بنحب لما حد يزورنا ان احنا نوديه بيتنا، وان احنا بنضيفه بالاكل والشرب. وكمان ان تبقى فكره حلوه قوي ان لما حد يروح يزور حد في بيته يجيب له هديه وهو داخل. طيب ايه تاني؟ تعالوا نشوف من عادات المصريين. A traditional Egyptian meal is served with people sitting together around a table. يعني ايه؟ الاكلات المصرية الشعبية او التقليدية المشهورة بقى بتاعتنا، لما بتتقدم للناس اللي قاعدين مع بعض على الترابيزة. يبقى is served with people sitting together around the table، يعني بنقدمها للناس لما بيكونوا قاعدين كلهم على الترابيزة. A typical meal has rice، يعني أشهر أكلة عندهم أو الأكلات المنتشرة عند المصريين بتكون الرز. الرز بس يا ولاد؟ لا، A kind of vegetable stew، وكمان نوع أنواع شوربة الخضار مشهورة عندنا في مصر قوي، سوب والشربات بأنواعها كلها، stuffed vegetable المحشي and meat or chicken واللحمة والفراخ. يبقى هو في البارت ده جايب لنا أشهر الأكلات الشائعة أو typical meals in Egypt، زي إيه؟ rice الرز، kind of vegetable stew وشوربة الخضار، سوب الشوربة بقى العادية، و stuffed vegetables المحشي and meat or chicken، وبيبقى جنبها يا إما لحمة يا إما فراخ. Egyptian are very generous، المصريين أهل كرم أو كرماء جدا، and are very happy when you ask for more food. آه طبعا أحلى حاجة عندنا لما أحس إن حد جالي وعجبه الأكل ويقول لي حطي لي تاني. ياه والله أنا عن نفسي أنا مصرية وبحب الحركة دي جدا، تمام؟ بحب قوي إن حد يحب الأكل ويطلب تاني. يبقى they and are very happy and are very happy when you ask for more food. بنفرح قوي لما حد يطلب من لما حد يطلب مننا إيه؟ أكل زيادة. This means you enjoyed their delicious meal. لأن فعلا يا ولاد ده معناه، لأن ده معناه إن أنت عجبك الأكل اللذيذ بتاعي، يبقى ده معناه إن أنت استمتعت بالإيه؟ بالأكل. Some Egyptian festivals have traditional food too. وبيقول لي إن بعض التقاليد أو الاحتفالات المصرية كلها مرتبطة بالأكل، كلها مرتبطة بالإيه؟ الأكل. سامعين يا ولاد؟ برافو برافو عليكم. كل اصلا الاحتفالات بتاعتنا مرتبطه بالاكل. تعالوا نشوف ازاي. في عيد الفطر، في عيد الفطر people bake special cookies called كحك. الناس بتخبز البسكويت المميز او الكوكيز المميزه بتاعتنا اللي هي الكحك، والشوجر اون توب اللي بنحط عليها ايه؟ شوجر. بنحط عليه ايه؟ سكر. فوق وشكر سكر. اتشم النسيم. اه في شم النسيم بقى people eat dried salted fish، الناس بتاكل السمك المملح الناشف اللي هو ايه؟ cold فسيخ، اللي هو الفسيخ سواء عجبكم او ما عجبكوش cold فسيخ. If you visit Egypt at these times، لو انت زرت مصر في الاوقات دي اللي هو زي الاعياد او شم النسيم، you should try these dishes. ايوه انا اللي بقول لكم جربوا الاكلات دي. يلا بقى اقروا ميوش. نعم. يلا a traditional Egyptian meal A traditional Egyptian meal is served with people served sitting together around a table. A typical 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 meal برافو. has rice and kind of vegetable stew, soup, stuffed vegetables and meat or chicken. برافو عليك يا لامار. What يلا Egyptians are very generous, generous and are
very happy when you ask for more food. برافو. ها This means you enjoyed enjoyed their the delicious meal. delicious meal. برافو. Some Some Egyptian festival. festivals have traditional food to eat Eid al-Fitr. People bake special cookies called kahk with sugar Sugar and on top. at Eat shama and seen people eat dried dried melted fish fish called فسيخ. إيزي. If you visit Egypt at these times, you should try this dishing. أنا أصلا dishes. بقول لما حد يقول فسيخ ما أقول له ما تقولش فسيخ. لا, if you visit Egypt at this time, you should try these dishes. لو زرت مصر في شم النسيم, I recommend you. أنا بنصحكم كده, try these dishes. جربوا الرنجة الأكلات دي هتعجبكم قوي. الرنجة والفسيخ وكل أكلات شم النسيم. إحنا عندنا كل مناسبة ليها أكلة. فحاولوا بقى تزوروا مصر في الأوقات بتاعت الاحتفالات. ماشي؟ طيب تعالوا نشوف النهاردة آخر مكان معانا علشان نبقى خدنا الجولة بتاعتنا. Our tour in Egypt. Our tour in إيه؟ In Egypt. The Abu Simbel. The Abu Simbel Sun Festival. إحنا عارفين زي ما قلنا إن في أبو سمبل تمبل, ده موجود في أسوان. طب ده معبد all the people all around the world come to see it أو come to visit it. ناس من كل أنحاء العالم بتيجي علشان تشوف أبو سمبل تمبل أو معبد أبو سمبل. مش بس كده يا ولاد, ده في كمان احتفال بيتعمل في أسوان في وقت معين اللي هو احتفال السن, احتفال الشمس. الاحتفال ده كانوا بيحتفلوا بيه أيام الفراعنة, والناس بتبقى عاملة احتفالية جامدة جدا في أسوان عند معبد أبو سمبل علشان يحتفلوا بالاحتفال ده من أيام الفراعنة. تعالوا نشوف الاحتفال ده السياح لما بيجوا بيتفرجوا عليه وبيعملوا فيه إيه والناس بتعمل فيه إيه. near أسوان, جنب أسوان كده, you can see the temples of أبو سمبل. هتقدر تشوف معبد أبو سمبل أو معابد أبو سمبل, لأن هو كذا واحد كمان. You can see the temples of Abu Simbel. تقدر تشوف هناك معابد أبو سمبل. Outside the temples, بره المعابد بقى, قبل ما تدخل المعبد من جوه, لا بره المعبد بقى, there are some very big statues of Ramses الثاني. هتلاقي تماثيل كبيرة جدا لنفس الشخص. على فكرة هم مش كذا واحد, هو رمسيس بس واخد, عارفين انتوا لما تتصوروا كذا صورة بكذا شكل, هو نفس الموضوع بس تماثيل يعني. اوف رمسيس الثالث اند ولكن هيز وايف نيفرتيتي. كان على ايامهم بقى ده البوزز, بياخد سيلفي. يبقى لما تخرج قبل ما تدخل المعبد هتلاقوا هيوج ستاتيوز او بيج ستاتيوز اوف رمسيس الثاني اند هيز وايف نيفرتيتي, وتماثيل كمان لمراته نيفرتيتي. Twice a year, مرتين في السنة, people celebrate the Abu Simbel Sun Festival there. يعني إيه يا أولاد؟ مرتين في السنة الناس بتحتفل إن الشمس أشعتها بتقف على وش التمثال بتاع رمسيس. على فكرة ممكن تفتكروا إن دي حاجة بسيطة, لا دي مش حاجة بسيطة, ده احتفال كبير جدا, والناس بتيجي من كل حتة في العالم عشان تتفرج إزاي في لحظة معينة في يوم معين في السنة أشعة الشمس بتقف على وش تمثال رمسيس وتخليه منور جدا. إزاي بقى يا أولاد الاحتفال ده؟ Twice a year
مرتين في السنة people celebrate the Abu Simbel Sun Festival there. مرتين في السنة الناس بتحتفل باحتفال الشمس في معابد أبو سمبل. On February 22 يعني تقريبا كان الكلام ده امبارح تقريبا امبارح ولا من كام يوم؟ اه من كام يوم February 22 من كم شهر؟ 22. لا احنا في فبراير، احنا في شهر فبراير. الكلام ده من حوالي 3 ايام تقريبا حاجة كده. And October 22 ويوم 22 اكتوبر. On these days في الايام دي lights from the sun أشعة الشمس أو النور اللي جاي من الشمس at sunrise وقت الشروق بالظبط shines all over the way inside the main temple. بتنور أشعة الشمس الطريق بالكامل داخل المعبد الرئيسي لأبو سمبل. To the rooms inside لدرجة إن حتى الأوض اللي جوه المعبد خالص جوه الشمس بتوصل لها وبتنورها بالكامل. There are four statues inside. في أربع تماثيل جوه المتحف. التماثيل دول هم مين يا ولاد؟ The temples of those of Ramses, Ra, Amon and Ptah. التماثيل دول يا ولاد بتوع مين؟ الملك رمسيس والإله رع والإله أمون والإله بتاح. دول الأربع تماثيل اللي موجودين في الأوض اللي جوه المعبد. The sunlight نور الشمس shines on all of them except بتاح. نور الشمس في الاحتفالية دي بيدخل ينور كل التماثيل دي ما عدا تمثال الإله بتاح. ليه؟ لأن هو إله الضلمة. والله العظيم بجد انا ما بهزرش، هم كانوا بيقولوا عليه ان هو اله الضلمه، عشان كده التماثيل اللي هم حطوها في الاوضه دي بنوا المعبد بحيث